السلام عليكم إخوتي وأحبائي، معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب. عدنا إليكم بكلمات جديدة، كلمات مهمة تستخدم في محلات الألبسة. طبعا قبل أن نبدأ في الكلمات، لا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب، عبر أن تكتبوا عبر اليوتيوب تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب، أو عبر الدخول عبر الرابط. نبدأ في الكلمات. عندنا كلمة تخفيض أو تنزيلات بمعنى إنديريم، إنديريم، إنديريم. ثم عندنا كلمة بيع تعني ساتش، ساتش، ساتش. ثم عندنا كلمة اشتريت، اشتريت بصيغة الماضي ساتن ألدم، ساتن ألدم، ساتن ألدم. ثم عندنا كلمة ملابس إلبسة، إلبسة. عندنا كلمة سوق تعني تشارشي، تشارشي، تشارشي. ثم رخيص أجوز، أجوز، أجوز. غالي بهالي، بهالي، بهالي. قياس أو مقاس بدن، بدن، بدن. ذو جودة أو جيد كاليتيلي، كاليتيلي، كاليتيلي. ثم عندنا لون آخر باشكارينك، باشكارينك، باشكارينك. كلمة لون تعني رينك، وكلمة آخر تعني باشكا. لو كان عندكم سؤال حول اللغة التركية بإمكانكم تركه في تعليقات عبر فيسبوك أو إنستغرام تعلم اللغة التركية، أو عبر التعليق على قناة اليوتيوب. شكرا لكم، نتمنى أن تشاهدوا هذه الفيديوهات وتحفظوها وتواظبوا على دراستها باستمرار.